عواطف حيار عينها الملك اليوم وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، دخلت بلبوس استقلالي وهي أستاذة جامعية، عينت في 13 يونيو 2019 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية كرئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. عواطف حيار خبيرة باحثة دولية، عضو في مشروع الدار البيضاء كور سمارت سيتي، واختيرت في 2015 من منظمة لافريكان انوفاسيون كأحسن نساء رائدات في أفريقيا، ومنسقة ورئيسة لمشروع المدن الذكية، دكتورة في معالجة موجات الاتصال من مؤسسة بوليتكنيك بباريس، وهي أول مغربية حصلت على دبلوم جيني إلكتريك، وهي ثاني امرأة تعين عمدة لكلية في المغرب في سنة 2019 بعد العالمة في علم الاجتماع رحمة برقية التي عينت في 2002.